بنراقب مع حضراتكم البلندور، المرشحين للبلندور في الموسم المنقضي، الموسم اللي فات 2021. يمكن كان في تسريبات كشفت عن يمكن اليومين اللي فاتوا عن المرشحين. حضراتكم عارفين كان في قائمة ب 30 لاعب، دي القائمة الأولية، لكن تم التسريبات على طبعا من خلال طبعا وجود نجمنا الكبير محمد صلاح في المرتبة الرابعة. طبعا في المرتبة الأولى كان النجم الكبير ونجم البايرن وهداف المنتخب البولندي ليفاندوفسكي على طبعا قائمة هذه القائمة المسربة، مش هقول دي القائمة الرسمية لكن دي القائمة المسربة للبلندور. عايز اتكلم مع حضراتكم يعني على نقطتين ثلاثة بالنسبة طبعا لموقف محمد صلاح. موقف محمد صلاح زي احنا شايفين كده، هو محمد صلاح يتواجد في المركز الرابع، لكن خلينا نتكلم مع حضراتكم كلنا، اي حد في العالم مش احنا بس، لما تقول مين افضل لاعب في العالم حاليا اعتقد كل الناس هتقول هو محمد صلاح. للاسف الجائزه ديت او البلندور عن الموسم الماضي، الموسم المنقضي 2021، دي نقطه مهمه جدا. النقطه الثانيه ان في بعض المعايير اللي طبعا بتقاس بيها او بيتم اختيار صاحب هذه الجائزه الكبرى. من المعايير ديت خلينا نتكلم زي ما بقول لحضراتكم ان يكون اللاعب في تألق مستمر خلال الموسم، يعني مش اللاعب يتألق اول 3 شهور وبعدين يختفي وبعدين يظهر تاني، لا، مستوى اللاعب خلال الموسم الكامل ده بيكون معيار مهم جدا جدا. وتاني بقول لحضراتكم الجائزه دي عن العام المنقضي، مش العام اللي احنا او مش الموسم الحالي. فخلي حضراتكم كمان نتكلم، دي طبعا التسريبات بتاعه السنه اللي احنا بنتكلم عليها دي، بنتكلم على وجود ليفاندوفسكي على راس القائمه. انا بشرح لحضراتكم دي ليه، لان هذه التسريبات بتتم سنويا، وهذه التسريبات بتدي انطباع عن من الفائز بهذه الجائزه. دي تسريبات السنه دي، لكن كمان من خلال التسريبات السنه اللي قبليها والسنه اللي قبليها، هنا دي طبعا دي تسريبات العام الماضي عن طبعا تواجد، يمكن تواجد كل اللاعبين، ولكن كان محمد صلاح كمان يتواجد في المركز السادس. وكمان عندنا السنه اللي قبل اللي فاتت كمان كان في تسريبات، وكل التسريبات اللي تمت هي بالظبط كانت النتيجه النهائيه لهذه الجائزه. وبالتالي يعني احنا كلنا كنا نتمنى ان محمد صلاح يفوز بهذه الجائزه، ما فيش شك يعني، لكن زي ما بقول لحضراتكم الجائزه ديت عن العام المنقضي، وفي معايير كتيرة جدا جدا بيقاس بها اختيار هذه الجائزة. زي ما قلت حضراتكم هذه المعايير أهميتها أنه يكون في تواصل ويعني تألق دائم لهذا اللاعب خلال الموسم بحاله. طبعا لو اتكلمنا على النقطة دي شايفين طبعا ليفاندوفسكي العام الماضي كان متألق بشكل كبير جدا على مستوى البايرن، وعلى مستوى أوروبا كان هداف أوروبا أو الهداف، يعني حصل على الحذاء الذهبي لهداف أوروبا والبوندسليغا، كسر أرقام قياسية كبيرة جدا مع بايرن ميونخ، وكان في تألق مستمر. يعني ليفاندوفسكي كان العام الماضي متألق طول الموسم، مش بداية الموسم مش وسط الموسم، لكن على مستوى الموسم بأكمله. هنيجي للمعيار الثاني، هتكلم مع حضراتكم في معيار مهم جدا جدا. المعيار الثاني ان هو كمان اللاعب لازم يكون على مستوى الفريق والفريق يحقق بطولات. يعني محمد صلاح السنه اللي فاتت كلنا عارفين ان كان ليفربول بيمر بازمات شويه وما كانش في المستوى الطبيعي ليفربول، وبالتالي انا بتكلم مع حضراتكم ان هو محمد صلاح بدايته السنه دي كمان مختلفه كتير جدا جدا عن الموسم اللي فات. بتكلم كمان على نقطة مهمة جدا زي ما بقول لحضراتكم المعايير اللي بيتم بيها اختيار هذه الجائزة. اتكلمنا ان اللاعب لازم يكون متألق طول العام، دي نقطة مهمة جدا. الجزء الثاني لازم يكون على مستوى الفرقة، على المستوى الجماعي، الفرقة دي حققت ايه من البطولات؟ هل حققت بطولة الدوري المحلي؟ هل حققت بطولة الشامبيونز ليج؟ ده كمان مهم جدا جدا. الجزء الثالث اللي بيقاس بيه معايير هذا اللاعب هو كمان على المستوى الدولي. يعني بلدك حققت ايه خلال السنه اللي فاتت من خلال اشتراكك مع منتخب بلدك؟ هل في بطولات؟ هل وصلت لدرجه للعالميه او وصلت كسبت بطوله كبيره؟ ده كمان معيار مهم جدا جدا. يمكن كمان المعيار الاخير اللي بتكلم عليه اللي هو متواجد فيه محمد صلاح حاليا، عمليه ابداع اللاعب نفسه، ابداع اللاعب نفسه من خلال تقديم مستويات عاليه جدا تقارن بالمرشحين. ودي النقطه يمكن اللي صلاح وكلنا
شاهدنا، مش احنا بس، كل العالم شاهد ان هذه الجزئية محمد صلاح متألق بشكل كبير جدا. ولو قارنت دلوقتي محمد صلاح بكل اللي موجودين في الليستة او في الشورت ليست اللي هتطلع، هنقول محمد صلاح. لكن للأسف محمد صلاح هيكون صعب الحصول عليه الجائزة. زي ما قلت لحضراتكم، الجائزة دي للعام او الموسم المنقضي. محمد صلاح السنة اللي فاتت مع ليفربول يمكن كان فيه على مستوى الفريق ما حققش نتائج جيدة، ده على المستوى الجماعي. على المستوى الدولي منتخب مصر ما حققش بطولة، وبالتالي ما فيش إنجاز يحسب لمحمد صلاح مع منتخب بلده. ولكن عن إبداع محمد صلاح نفسه، كلنا شايفين أن محمد صلاح هو الأفضل في العالم حاليا. أنا في وجهة نظر شخصيا إن شاء الله بإذن الله محمد صلاح تواجده أولا في الشورت ليست ده كمان شرف كبير جدا جدا لمحمد صلاح، رغم إخفاق ليفربول السنة اللي فاتت، رغم أن ما كانش فيه بطولات على مستوى القارة الأفريقية أو على مستوى منتخب مصر، وبالتالي ما كانش فيه إنجاز يحسب لمحمد صلاح مع المنتخب. الجزء الثالث كمان على مستوى أن بتشوف من خلال الثلاث سنين اللي فاتوا تواجد محمد صلاح في هذه القائمة، ده شرف كبير جدا جدا. الجزء المهم أن دلوقتي محمد صلاح بيقول أنه هو إن شاء الله هيكون المرشح الأقوى خلال البلندور ل 2021-2022. تعلق محمد صلاح مع ليفربول في الشامبيونز ليج، الأرقام القياسية اللي بيحطمها إن شاء الله، الاستمرارية أكيد ده مهم جدا، الفوز بالبريمير ليج ده كمان مهم جدا، الفوز بالشامبيونز ليج كمان مهم جدا. ففي تحديات كتيرة جدا جدا، لكن محمد صلاح يعني مش عايزين نقول فيه يعني كلام أكتر من كده، لكن هو محمد صلاح يستحق كل خير، وإن شاء الله بإذن الله يكون على الأقل متواجد من ضمن الثلاثة أو الأربعة الأوائل المرشحين لهذه الجائزة السنة دي، وإن شاء الله البلندور السنة اللي جاية إن شاء الله في نصيب محمد صلاح. طيب،